فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. نعم، كما أوضحنا سابقا أن كونه من أهل النار أو أنه يموت ميتة جاهلية أو قتلة جاهلية ليس معناه أنه خرج من الإسلام إلى الكفر. نعم. وصار مثل أهل الجاهلية الخالدين المخلدين في النار، وإنما معنى هذا الزجر عن هذه الجرائم، وأنها نوع من أمور الجاهلية ومن أنواع الكفر، وأن صاحبها متوعد في النار، فقد يدخل النار أناس من المسلمين. نعم. ومن المؤمنين بذنوبهم الكبائر، ويعذبون بها في نار جهنم، وقد يطول بقاؤهم في جهنم، وقد يحترقون ويكونون فحما ويخرجون فحما من النار لطول تعذيبهم فيها، وهم مؤمنون. لماذا؟ بسبب الكبائر التي ارتكبوها واقترفوها. ومن هؤلاء منهم هؤلاء الخوارج والبغاة والذين يقاتلون للعصبية وأمور الجاهلية، هؤلاء إذا ماتوا ميتة جاهلية أو قتلة جاهلية والقاتل والمقتول في النار، وهذا من باب الوعيد والذم والتغليظ في هذا الأمر.